السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنعرف ازاي نثبت مكتبات مهمه جدا هنحتاجها ان شاء الله في المشاريع الجايه والخطوات الجايه ان شاء الله. فيلا بينا. تمام، فاول حاجه هنعملها ان احنا نثبت مكتبه اسمها تيسرت. تمام، مكتبه تيسرت ديت مكتبه تابعه جوجل، بس تعالى اقول لك بس يعني حاجه بسيطه كده عن تاريخها. اول حاجه المكتبه ديت كان واحد عملها او بدا في الشغل فيها في التسعينيات تقريبا، يعني 1990 في الحدود ديت كده يعني. تمام، هو اشتغل فيها بنفسه، وبعد كده جوجل يعني عجبها المشروع وكده، وقالت هي انا هضم المشروع ديت ليا، وقبل الراجل وكده، والمشروع خلاص اتضم لجوجل. فتيسرت دلوقتي هي ضمن جوجل. تمام، طيب، فطبعا يعني ايه، لو انت عايز تفهم اكتر عن التيسرت ممكن انت تقرا عن التاريخ بتاعها والحاجات دي كلها وكده يعني. تمام، هو عاملين يعني قسم مخصص اللي هو برايف هيستوري، يعني ايه حاجه مخصصه لهم كده. تمام، طيب، طبعا لو انت جيت بصيت على تيسرت ديت يعني يعتبر من اشهر المكتبات في الاو سي ار. تمام، لو مش فاهم يعني ايه او سي ار، اول فيديو خالص في الدوره اتكلمنا عن ايه او سي ار والكلام ده كله. تمام، فالمكتبه مشهوره جدا جدا يعني. تمام، تاني حاجه ان لو انت جيت بصيت على المكتبه هتلاقي مكتوبه بلغه سي بلس بلس، يعني كده قفلت ازاي يعني المكتبه مكتوبه بلغه سي بلس بلس واحنا نستخدمها في برنامج مكتوب بلغه بايثون، يعني ايه العلاقه يعني ازاي يعني. بص يا سيدي، في حاجه اسمها رابر. الرابر ده مش اللي بيغني، الرابر ده الفكره فيه ان انت مثلا عندك مشروع مكتوب بلغه بايثون، تمام، مثلا شبه المشروع بتاعنا مثلا ولا حاجه، تمام، وعندك مكتبه تانية مكتوبه بلغه سي بلس بلس، انت عايز تستخدم المكتبه ديت في المشروع بتاعك، فاستخدمها ازاي؟ الفكره بقى ان انت بتستخدم حاجه اسمها رابر. تمام، الرابر ده بيبقى حاجه مكتوبه بلغه البايثون مثلا، وبتشغل حاجه مكتوبه بلغه تانية شبه لغه السي بلس بلس. تمام، فبص يعني ايه الفكره بتاعتهم. الفكره مثلا ان السي بلس بلس والبايثون الاثنين لو اشتغلوا مع الكمبيوتر في الاخر خالص بيطلعهم حاجه واحده. ايه الحاجه الواحده ديت؟ حاجه اسمها ماشين كود. تمام، او لغه، او اللي هو كود، حاجه اسمها ماشين كود. تمام، او ماشين لانجويج اللي هو لغه الاله. تمام، يعني ايه لغه الاله ديت؟ عباره عن اصفار ووحايد، دي اللغه اللي بيفهمها الكمبيوتر. تمام، فاي لغه برمجه في العالم ماشي لما تيجي تتنفذ في الاخر خالص هتتحول للغه ديت اللي هو اصفار ووحايد. تمام كده، فالفكره ان الرابر هو دي اللي بيعمله بالظبط. تمام، لما انت مثلا في الرابر باستخدام لغه بايثون لما تقول له مثلا شغل السطر كذا، هو كل اللي هيعمله ان هو هيشغل يعني ايه، هينفذ الكود ده على اللغه اللي مكتوبه بلغه ثانيه مثلا على السي بلس بلس. تمام، ويشغلها ويحولها لماشين كود ويخلي الكمبيوتر ينفذ الكلام ده، وبعد ما الكمبيوتر ما يخلص الكلام ده يرجعه لك ثاني. تمام، بالنتيجه بالحاجه اللي كلها، وكمل بقى البرنامج بتاعه. طب هنا تحت اهيت، تمام، او فور ديفلوبرز. تمام، هتلاقي في حاجه اسمها رابر هنا اهو. تمام، لو فتحتها بقى هتلاقي في اكتر من رابر لكل لغه، مثلا كوتلين، مثلا جافا، مثلا سي شارب، حاجات كتير. تمام، كل لغه مثلا لها الرابر بتاعها. تمام كده، فدي الخلاصه يعني. تمام، طب ازاي بقى ابدا اسطبها مثلا عندي او انزلها عندي على الجهاز؟ هننزلها هنا باستخدام اللينك ده كده. تمام، طبعا التيسرت، تمام، تيسرت عباره عن مين؟ عباره عن سي ال اي. يعني ايه سي ال اي؟ يعني كوماند لاين انترفيس. يعني ايه برضك؟ يعني عباره عن برنامج بيشتغل في الشاشه السوداء، تمام، في التيرمينال، في السي ام دي. تمام، فهو كل ده البرنامج ملوش زراير، ملوش واجهات مستخدم رسوميه ولا له اي حاجه. تمام، فهو بيشتغل في التيرمينال. تمام، فانت عشان تثبته بقى هنيجي هنا على لينكس مثلا ولا حاجه، تاخد السطرين الاثنين دولت وتفتح تيرمينال عندك اهوت ماشي، وتفتح ادي التيرمينال اهوت فتحت، تاخد السطرين دولت وتحطهم في التيرمينال. تمام كده، بس كده انت ثبتهم عندك على لينكس. تمام، طب الويندوز، لو انت عندك ويندوز هتيجي هنا هتشوف بقى مثلا ال انا اكس اي فايل والحاجات ديت وتثبتها. طبعا النظام التشغيل اللي عندي اوبونتو، تمام، لينكس يعني. تمام، فانا مش يعني صراحه الخطوات بتاعت الويندوز ديت انا ما جربتهاش، بس خطوات لينكس انا جربتها والحمد لله شغال. تمام، فحاول تشتغل ان شاء الله وتتابع الخطوات دي بالظبط، ان شاء الله باذن الله تشتغل. تمام، طيب، بعد كده احنا كده خلاص ثبتنا مين؟ ثبتنا تيسرت ان شاء الله واشتغلت 100 100. تمام، فنعمل ايه بعد كده؟ هنروح بقى على الرابر. احنا عايزين بقى يعني ايه حاجه مكتوبه بلغه بايثون عشان نقدر نشتغل مع التيسرت ديت. تمام، فهنا هتيجي مين؟ هيجي حاجه اسمها باي تيسرت، من اسمها واضح خالص ان هي مكتوبه بلغه بايثون وبتستخدم عشان مين؟ عشان استخدم تيسرت ديت. تمام، فطبعا لو انت جيت بصيت عليها هتلاقيها مكتوبه يعني معظمها 100% مكتوبه بلغه بايثون. تمام كده، طيب، فازاي بقى ان انا اثبتها؟ تعال نثبتها يا سيدي من انت باللغه ديت كده، السطر اهوت اهو، في السطر انه هتقول له بيب انستول تيسر. تمام، تاخد نفس الكلام ده كنترول سي، تروح عندك على الكوماند لاين تحط هنا كنترول في. تمام كده، وتحط الامر ده. تمام كده وبس، وانتر وتثبت. طبعا انا ثبتها قبل كده. تمام، طيب، بعد كده
طبعا المهم قوي ان انت قبل ما تثبت المكتبه مثلا الحاجه تكون انت ثبتت مين التسرت، تمام؟ لازم تثبت تسرت اللي ديت، تمام؟ لازم تكون ثبتها ونزلتها من الصفحه ديت والكلام ده كله، تمام؟ وبعد كده تبدا تثبت المكتبه ديت، تمام؟ عشان هو المكتبه ديت عباره عن يعني حاجه بسيطه خالص، تمام؟ بمعتمده اساسا ومبنيه اساسا على المكتبه ديت، تمام؟ فمهم قوي ان انت تثبت المكتبه ديت الاول قبل ما تثبت المكتبه ديت، تمام؟ كده انت الحمد لله ثبتت المكتبتين الاثنين. تعالى بقى نتاكد ان المكتبتين الاثنين شغالين وكل حاجه تمام و100 100، تمام؟ فتعالى كده نروح على الكود، تمام؟ فدي الصوره بتاعتنا، تمام؟ ادي الصوره بتاعتنا. انا عايز بقى ايه؟ اطلع الكلام المكتوب جوه الصوره دي اللي هو اي لاف فايسو، تمام؟ وانا فعلا والله بحبها يعني بعشقها بجد يعني، تمام؟ طيب فتعالى بقى ايه نروح هنا. اول حاجه هنعمل مين؟ هنعمل امبورت السي في 2 ونعمل امبورت الباي تسر، تمام؟ المكتبه اللي احنا لسه مثبتينها من شويه، تمام؟ وبعد كده نقول له سي في 2 دوت ايمج ريد الايمج اللي عندنا اللي هو بي واي دوت جي بي جي، ادي الصوره اللي عندنا اهي، تمام؟ بس قراءه عاديه خالص. بعد كده بقى هننفذ السطر ده اهو، تمام كده؟ طبعا يعني شوف سبحان الله، يعني انت بتقرا المحتوى الصوره في سطرين اتنين، حاجه يعني مش طبيعيه، رهيبه بجد والله، تمام؟ فطبعا انا عارف انت مش فاهم ايه الكلام اللي مكتوب ده وايه النص ده والكلام ده كله، فعدي وان شاء الله في الفيديوهات الجايه هشرح لك كل حاجه وايه المكتوب ده بالظبط، تمام؟ فتعالى كده نشغل السطر ده ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام، كتب اي لاف فايسون اهو، شوف يعني رهيب رهيب بجد يعني، تمام؟ طيب فتعالى بقى في حاجه بس كنت عايز اوضحها. اول حاجه مثلا ان هو بيقول لك ايه الايرور اوبننج داتا فايل، دي بيحصل فين؟ دي بيحصل في الويندوز، تمام؟ لو انت عندك ويندوز ممكن يحصل لك خطا ده. المشكله في الخطا ده ان هو ايه؟ ان هو مش لاقي المكان اللي انت ثبتت فيه التسر، تمام؟ فهو هيعمل ايه؟ فهو الفكره كلها انت تاخد السطر ده كده، تمام؟ كنترول سي وتحطه هنا، تعمل مسافه كده وتحطه هنا بس كده. طبعا هنا شرطتين اتنين، تمام؟ ومهم قوي ان انت مثلا لما تيجي تحط السطر اللي عندك هنا ادي المسار بتاعك اهوت، لازم تحط المسار ما بين علامتين تنصيص، ادي علامه تنصيص كمان اهيت، تمام؟ بس كده، فيبقى المسار محطوط ما بين علامتين تنصيص. ليه؟ عشان اي مسار عندك في مسافات شبه المسافات، في مسافه فاضيه هنا اهيت، وفي مسافه ادي مسافه فاضيه وده مسافه فاضيه، فلازم اي حاجه فيها مسافات فاضيه لازم تحطها ما بين علامتين تنصيص مزدوجه، ادي علامه تنصيص مزدوجه، تمام؟ مش علامه تنصيص مفرده شبه دي، لا مزدوجه، تمام؟ فمهم قوي انت تحط علامتين تنصيص بس كده. فدي طبعا بيبقى المسار اللي انت ثبتت فيه او حطيت فيه التسرت، تمام؟ فدي الخلاصه كلها عشان بس البرنامج يفهم فين تسرت بالظبط عشان يبدا يشتغل، تمام؟ في حاجه بس كنت عايز اوضحها، ان هو مثلا لما جه كتب، لما جه هنا كان هنا مكتوب حرف اي، تمام؟ هنا طلعها شبه العصايه كده او شبه العمود كده، تمام؟ فدي طبعا خطا. فطبعا احنا ممكن بقى نعالج المشكله ديت ان شاء الله بعدين، ازاي بقى ان احنا نحسن من الجوده بتاعه التسرت والكلام ده كله، تمام؟ فان شاء الله ده كله في الفيديوهات الجايه والدروس الجايه بس كده. فيا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، يلا سلام عليكم.